يمكن في الفاصل قبل ما نبتدي كنا بنتكلم مع حضرتك عن الإصابات وإن الناس بدأت تتعامل بشكل خلينا نقول سلبي شوية، مش مهتمة. وحضرتك قلت نقطة مهمة جدا، فرق بين إن احنا نتعايش مع المرض وإن احنا نبقى واخدين حذرنا. فممكن حضرتك توضح لنا الفرق ما بين الشخص اللي يبقى بيتعامل مع وجود المرض والشخص الغير مهتم؟ طيب، خليني اقول لحضرتك انه من يصاب باعراض تنفسيه بيبقى عليه مسؤوليتين. مسؤوليه تجاه نفسه، وانه ازاي يحافظ على نفسه من تداعيات هذه الاصابه، ومسؤوليه تجاه احبائه، اسرته، مجتمعه، قرايبه، اهله، اولاده، امه، ابوه. المسؤوليه تجاه نفسك بان انت تاخذ بالاحوط. احنا دايما بناخذ بالاحوط في كل حاجه، وعندنا مثل مصري شهير بيقول لك حرص ولا تخون. طب ليه لما بنيجي تجاه صحتنا ما بناخدش بالاحوط؟ ليه لما بنيجي تجاه صحه احبائنا ما بناخدش بالاحوط؟ ففي حال انتشار الوباء يبقى الاحوط ان تتعامل احترازيا مع هذه الاعراض التنفسيه على انها اصابه بالكورونا. ده هيستلزم منك ان انت تتابع الاعراض، انك تعزل نفسك في المنزل، انك في حال وجود ضيق في التنفس، في حال وجود ارتفاع مستمر في درجات الحراره، في حال وجود اعراض تنفسيه شديده، انك تتوجه الى اقرب مستشفى. التحوط تجاه اهلك واحبائك ومجتمعك انك تلتزم بارتداء الكمامه، انك تتباعد اجتماعيا، انك ما تستخدمش نفس الادوات او تخليهم يستخدموا نفس الادوات اللي انت بتستخدمها، انه لو امكن انه يبقى في حمام منفصل يبقى احسن، ما كانش فيه يبقى هنطهر بشكل جيد. فالحقيقه انه هناك زي ما حضرتك قلت كده فرق كبير جدا ما بين انه اتعامل مع المرض باعتباره ليس وصمه ولا يستدعي انك تصاب بالفزع، ولا انت ولا اهلك، وبين انك تاخد بالك، وبين انك تبقى حريص، وبين انك تهتم بنفسك وباقربائك وباحبائك، الاهتمام اللي المفروض اي محب بيعمله تجاه محبيه.